اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق ومساحات مختلفه. والضيف معي الان لنتحدث عنه وعن واحد من الموضوعات المهمه لكل سوداني ولهذا الوطن الحبيب السودان، ما قد كان وما سيكون. لاننا جميعا نريد ان نمشي ونمشي بعيدا لنضع الاقدام على اول سلالم الاقتصاد العالمي حتى ينمو هذا الاقتصاد. كثير جدا من الموارد العالميه يمكن ان نعتمد عليها هنا في السودان، من ابرز الموارد الطبيعيه الموجوده في السودان المعدن الاصفر النفيس الذهب. هناك الكثير جدا من التداعيات، هناك الكثير جدا من المحاور يمكن ان تناقش عن هذا المعدن الاصفر النفيس. انا سعيد جدا انه ينضم الي الاستاذ عبد المولى الجدال، وهو الامين العام للشعبه القوميه لمصدري الذهب. اهلا بك استاذ عبد المولى، وسعيدين جدا بك في صباح الشروق. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرقائب وحسن الخواتم. سعيدين بقناة الشروق التي عودتنا دائما هي في الحدث وفي متابعة للشأن السوداني في خاصة في الجوانب الاقتصادية، ونسأل الله التوفيق وأن يكون هذا اللقاء مثمر ومفيد للمشاهد وللمستمع. نعم، نبدأ من حيث بدأت أنا المقدمة، باعتبار أنه المعدن الأصفر النفيس واحد من المعادن الطبيعية الموجودة في السودان، ممكن نحن نعتبر انه له قيمة كبيرة جدا يمكن الاستفادة منها حتى نصعد في سلم الاقتصاد العالمي بقوة. إذا قيمة الذهب دي تقدمتنا لحوارنا اليوم. والله حوارك جاي في المهمة، والحقيقة نحن في هذا اليوم المبارك إن شاء الله نقول أمطار خير وبركة، بنحيي الزراع وبنحيي الصناع وبنحيي المنتجين وبنحيي المعدنين في بقاع الارض كلها، وبنقول لهم يا جماعه اعملوا حسابكم لانه في سيول وفي فيضانات جايه، بما الذهب النفيس ياخذكم، نحن ارواحكم عندنا اغلى من الذهب. يا سلام. وبنحيي كل القطاعات وبنحيي ثوارنا وبنحيي شهدائنا في هذه الثوره العظيمه. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى البلد ربنا حباها بخيرات ثروات عظيمه وديبه من الله سبحانه وتعالى، بترول وذهب وثروه حيوانيه وصادرات ونعم كثيره جدا جدا، محتاجين نحن كيف نعظمها وكيف نطورها وكيف نستفيد منها لمصلحة هذا الشعب الأبي الصادر الذهب. الذهب ده الآن حديث المجتمعات، وفي الاقتصاد العالمي هو الملاذات الآمنة يعني لكل تاجر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ونحن الحمد لله ربنا أدانا كميات كبيرة ومهولة من الذهب، محتاجة مننا لمجهودات بسيطة نطلع للبلد دي لبر الأمان بسياسات واضحة فيها. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني داخل الفترات الأخيرة كانت فيه صراعات وكانت فيه عدة منشورات وكانت فيه خلافات، وما زالت الخلافات في قطاع الذهب يعني مستمرة، لأنه هو أصلا الذهب ده مصانع مرتبطة بالمال، والمال ده دائما عنده الجهات اللي بتقدر عندها مناهضة، وفي حالة فشل المسألة جل الطرف الثاني. نحن كشعبة القومية لمصدريات الذهب يعني قارت الحراك في الثورة دي ذاتها، واجتهدت في إنها في الفترة بتاعت القرار دي تصل لمنشور يقدر يستفيد منه كل مصدري الذهب وكل منتجي الذهب، وتكون فيها اسعار مجزيه. وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد تكوين الاليه الطارئه، اللجنه الاقتصاديه الطارئه برئاسه النائب الاول ورئاسه الدكتور عبد الله حمدوك وزير الماليه واعضائه والسيد نائب محافظ بنك السودان والدكتور البشرى، نعم كانت يعني اجتهدوا صراحه، والمنشور اللي طلع ده ما طلع عبطا، طلع في خبرات وفي ناس مستشارين وفي ناس فنيين في بنك السودان في كفاءات، عكفت طيله غريب شهرين في فتره القرونه دي يطلع المنشور على اساس انه يلبي طموحات، وفعلا المنشور كان ممتاز وطيب، لكن اي تجربه دايره تغيير واي تجربه دايره تكيف الناس عندها الخطا فيها، وهم عدونا كلجنه اقتصاديه طارئه، لان احنا نتكلم عن حاجه طارئه، لو هم نتكلم عن حاجه طارئه اي شيء بعد غيره يكون سهل. يعني فحوى المنشور ابرز ما فيه من المنشور ده احسن افضل ما فيه المنشور بنظام الدفع المقدم. اي حاجه بنظام الدفع المقدم بتشيل منك اي هيدك بتاع انك انت الحصيله ما جات، إجابة الحصيله والمصدرين والحصيله في مشاكل في الحصائل دي في المنشور ده ما في، قالوا الدولار ده يجي مقدم. دي واحده، قبل تصدر ذهبك بتطلع شهادتك من المواصفات بترسل للجهه الخارجيه بتحول لك القروش مقدم. والمنشور حقك في بدايته يعني المنشور ده طلع في اول سبعه. نعم. الصادرات يمكن تم تكتل من 3 طن ما شاء الله 4 طن ذهب. ونحن مستهدفين 4 طن ذهب في الشهر ب 150 مليون دولار لو الامور مشت حسب رغبه التجار وكانت في بعض
الان اللي هي شنو رغبه التجار الان؟ المشهور بدا الدرهم ب 43 تخفض ل 39 تخفض ل 38 منشور ايجابي بنسبه 100%. حصلت بعد العيد طوالي فيه بعض الاخفاقات، حصلت فيه منافسه غريبه جدا جدا. الحصائل بعد ما نزلت في 38 37 800 بعد العيد فجاه الحصائل بدات ترتفع والذهب بدا يرتفع باعلى من سعره العالمي. جميل. الجرام الان 8300 8 يعني يفوق ما بعد الثمانية. قبل العيد كان 7000. الله يكرمك. تمام. ده يدل عليه انه في مضاربات وما الى ذلك. في مضاربات حقيقيه حصلت في الفتره اللي بعد العيد. يعني انا عندي مصدرين الان جابوا حصائلهم باعوها قبل العيد خطوها سوداني، وفي ناس خلوا حصائلهم درهم. السبب ان نزل الدرهم ده في بدايته لانه كل التجار المشهور ده سمح لكل التجار وسمح لكل القطاعات انها تصدر وتجيب عايد. دي من الايجابيات الفيوم، اي زول من حقه يصدر ذهب ويجيب العائد بتاعه. من الايجابيات في اوجه المضاربات؟ المضاربات اللي حصلت دي، المضاربات اللي حصلت نتيجه بعض السياسات، لان المشهور تخش فيه ناس ما عندهم علاقه بقطاع الذهب الان. في المشهور ذاته نحن كان هدفنا الاستراتيجي في المشهور حصائل الصادر تكون للسلع الاستراتيجيه. طيب. لأن نحن محتاجين للسلع الاستراتيجيه. صحيح. في ظل الظروف اللي انت شايفها الان، بترول، قمح، نعم. دواء، مشتقات للزراعه، نحن محتاجين للسلع الاستراتيجيه، والكلام ده نحن كشعب مصدرين الذهب نادينا به وقلنا يا جماعه في الفتره دي، والحقيقه كان عندنا هدف انه نعمل شركه مساهمه عامه على اساس انه المشروع ده كله يتنفس في حته واحده. في ناس قالوا يا جماعه انتوا دايرين تجوا للاحتكار وللهيمنه ده كله مرفوض، احنا الشغل ده خلوه حر. قلنا له يا جماعه هتواجهكم سلبيات وحيعطيكم مشاكل. النائب الاول قال يا جماعه المشروع ده وضعه بشر وتواجهت مشاكل. تعالوا عملنا مؤتمر صحفي في سونا قبل 10 يوم وضحنا فيه النقاط والحروف، وضحنا فيه الخلل وين. يا مجلس الوزراء، يا وزاره الماليه، يا بنك السودان، جزاكم الله خير، ما قصرت وكفيت ووفيت عملت المشروع، لكن المشروع ده الاليه تحميه. حصل اختراقات الان، الناس بتشتري الذهب الان لكل علمك الصادر توقف تماما الان، ما في صادر، عشان كده الدولار حيمشي صاعد. لو الصادر ده في الدولار ده يومي حيمشي نازل، لان الناس عندهم الحصائل الان في البنوك ما باعوها تماما، لانه لو باع ما حيشتري ذهب راجع. التاجر ده هم شنو؟ يرجع قيمه الذهب راجع. احنا قلنا ما عايزين يربحوا ذاته، يرجع قيمه الذهب راجع. الان عندهم السوداني خسرانين فيه. الذهب في البورصه العالميه انخفضت 150 دولار والذهب في السودان عكس تماما. الذهب ده الان لما تصدره وتوديه بدون تكلفه بكلف معاك 8100. الان بيشتروا فيه ب 8400. يعني ما في مصدر، يا مصدرين اخسروا واطلعوا لنا من قطاع الذهب. ونحن ناشدنا الدوله، هي مناشده لكن ما هي برؤيتكم العمليه؟ ايوه نحتاج لاليه. ما هي الاليه التي يمكن ان نبحث عنها؟ الاليه يا بنك السودان ما دام منشور وضعتوه وجزاكم الله خير. طيب الان الحصيله دي، الحصيله تجي للمشتقات البتروليه. ما عندنا مانع اي تاجر المنشور سمح لهم، دي حريه وسلام وعداله وبلد مدنيه. المنشور قال يقدر يشتغل مرحبتين، يقدر يشتغل. طيب اي يقدر يجيب دولار مقدم مرحبتين، اي يقدر يجيب. طيب لكن دولارك اللي بتجيبه لي مقدم ده خليه لي في السلع الاستراتيجيه الان، لانه نحن حاله طارئه. لما الحاله الطارئه تزول، لما الحاله الطارئه تزول تجيب اي حاجه، تجيب الرفاهيات. نحن نعم. الان دارين الاساسيات. الحاله الطارئه تزول جيبوا لنا الرفاهيات مرحبتين بها، ربنا ان شاء الله دائما يجعلنا يا دوب. نحن في اول عتبه نحن الان الله يفتح عليك. فده كان هدفنا الرئيسي. هدفنا الثاني انه يعملوا نافذه واحده عشان تسهل الاجراء، نافذه واحده لكل الاجراءات دي على اساس انه المساله تتابع. الثالث الشعبه يكون لها قرار ولها دور في اي زول يصدر، لانه الصادر ده فيه اشكاليات عشان نعرف منه الصدر والكميه الصدره كم وجاب عايده كم. وليس هذا للعلم فقط، احنا ما جايين نجن على ناس ولا دايرين نحاسب ناس، لكن نحن كشعبه الشعب حيحاسبنا وناس بقول له نحن كشعبه الله يعملنا اللي علينا. قلنا المنشور ناجح ولحد الان ناجح. لو السلبيات اللي فيه دي اتعالجت ونحن مطمئنين، وعدوهم خلال الاسبوع الفات، لكن حتى الان لا حياه من تنادي، لين اسبوع نحن بنتكلم والقروش اللي جايه دي قروش الان بكميات نعم خاش السوق. دي من بصوره عامه من الافرازات الايجابيه للثوره اللي حدثت في السودان. نعم. انتم وغيركم موجودين او موجودين في رادار المحاسبه دائما. نعم. الاخفاق وما الى ذلك، والشعب هو الحاكم في دوله القانون. نحن ما حنمشي بعيد من الحمايه، يعني هي اليه انتم الان بتطرحوا فيها للدوله، ضروره حمايه الدوله، ضروره سن قوانين تتوافق
وفق هذه الآلية. هذه القوانين لكم مهمة أنتم في الشعبة القومية لمصدري الذهب، لمصدري حتى للتجار، لمن أراد أن يدخل وفق المنشور وأتاح له هذا المنشور الدخول، حتى للمعدن، يعني جوانب كثيرة جدا. لذا نريد أن نتحدث الآن عن ضرورة حماية الدولة وصنع قوانين واضحة في بنودها. والله يا أخي العزيز، تعال الآن أصبت قبض الحقيقة. أي حاجة في الدولة دي اتعملت لو ما في قانون نعم رادع، لأنه أي عمل في عمل مضر له، ماذا في مصالح مثل المناهضة له. لو ما كانت في قوانين رادعة لكل مهرب، لكل السلع مش الذهب، كل سلعنا، ولو ما في قانون تحميها، ولو ما في عين تراقبة، ولو ما في آلية واضحة تحاسب الأخفق، نحن ما بنمشي لقدام. نحن سهل انه نعمل حاجه، لكن كيف نحافظ عليها؟ بالقانون الرادع كل العالم بيجرم التهريب في الذهب، كل العالم بيجرم، ما في دنيا بتتعامل فيها بالدولار، مش شايفين نحن لفينا العالم ده كله، العالم كله العمله دي محرمه تتعامل فيها تضارب فيها، يعني الدوله محتاجه، والكلام اللي احنا هدينا به كثيرا، محتاجه لسن قوانين رادعه لكل من يحاول يضرب الاقتصاد الوطني، لانه جريمه الاقتصاد الوطني ما بتنعكس على بتنعكس على كله، بتنعكس على المريض في المستشفى اللي عايز دواء، بتنعكس على الدول اللي عايز ياكل، بتنعكس على الانتاج. يعني احنا لو ما عملنا قوانين لكل سلعنا دي وضعناها وطبقوها وتابعتها آلية واضحة، نحن والله بلدنا دي فيها خير. نحن صادراتنا، خليك من الذهب، نحن صادراتنا الآن كلها فيها إشكال، يعني كل الآن غرفة المصدرين بيتكلموا الفول فيه مشاكل، الثروة الحيوانية فيها مشاكل، السمك فيه مشاكل، بينادوا الناس فترة من الكورة. المشاكل دي شنو يا جماعة؟ والله لا محتاجين لمؤتمر ولا محتاجين لهبات، جزاهم الله خير يجي يستثمروا عندنا، زي ما قال السيد حمدوك، قال احنا عايزين لهم شركاء وليس مانحين. المانح ده دائما بيعين لك بالديك، لكن احنا عايزين لهم شريك وليس مانح. ونحن بنقول احنا عايزين كل اخواننا في الدول العربيه او في الاشقاء او في الاصدقاء، نحن عايزينهم شركاء، شركاء في التنميه. بلد فيها 100 مليون راس، بلد فيها زراعه، بلد فيها اراضي زراعيه، بلد فيها مشروع جزيره برين سياق. جميل، طيب جميل جميل ما ذكرت. بنحاول دائما نقرب المصطلحات والمفاهيم ونتكلم بصوره ابسط عشان ما كل الناس اللي بتتابعنا تكون معانا في الصوره. يعني نحن هبشنا كم حاجه كده. خلينا نتكلم عن الصادر تحديدا، كيف ومتى يتسنى لنا استفاده من صادر الذهب تحديدا؟ الان بالطريقه التي ترونها انتم مثلى وبراهن الجهات الرسميه. نعم، صادر الذهب الان اول حاجه نحن نقول لاخواننا في وزاره المعادن، البلد دي فيها خيرات، الاحصائيات عن صدر عن الذهب ذاته كلها الان فيها اقوال. نحن عايزين وزاره المعادن تعمل احاطه لكل الذهب الموجود. نعم. تتابع كل المعدين، المعدين دي ما تتخيلهم في بقاع الارض، في كل انحاء السودان، كم مليون في كم سوق تتابعون، وتشوف الابار دي كم، والانتاج ده كم، والمتوقع كم، ومعاري تقدم لهم خدماتهم. نحن الان بيشتروا في الجاز ب 30 40 ب 25 مرات. في مشاكل في مناطق التعدين، لو انت ما عليك مشاكل التعدين الذهب ما بيصلك. انت ده محل الانتاج، تشوف قديه مشاكلهم كلهم شنو؟ في ناس جايين بذهب ولا خرطوم بيقبضوهم ويسجنوهم مرات. تعالج دي من واحد، لو ما عليك محل الخلل بتاع الانتاج، هنا الخرطوم دي للتصدير. عالج مناطق الانتاج، وكل ولايه توفر لهم الحمايه. بعد ده سيد محافظ بنك السودان ونبقى السودان جدا متابعين وفاهمين جدا بيعملوا فشل، وزارة المالية، نحن يا جماعة انتوا عايزين دولار ولا ما عايزين؟ التجربة دي كل الناس قالوا الذهب ده جربوا فيه، كل القطاعات، أي شركات خاصة جربت، تصاديق جربت، امتياز جربت، وكلاء جربوا، يا جماعة جربوا التجربة الحرة دي، لكن التجربة الحرة دي ما تبقى الحرية المطلقة، التجربة الحرة جربوها شنو؟ بقانون، خلوا الحصائل دي كلها تجري السلع الاستراتيجية الآن، راغموا اللي بيسوي له نفسه بيشتري باعلى من السعر العالمي ده وقادر تكفيلي تراقبه، لو ما قاعدين تراقبوا دي يا جماعه معناها ما نبطل الشعار. نحن كشعبه ما عندنا دور اكثر مما نتكلم في المنابر ونقول يا جماعه راقبوا المصدرين الان. انا داخل عليك قال احنا بعد دبل لون الصادر واقف، الحصائل الان في البنوك ما حيبيعوها لانه ما حيشتروا ذهب، لانه الذهب اعلى من الان صادر الذهب واقف واقف تماما من العيد ما في صادر، الا ذول يكون عنده التزام اوريدي خارجي، لانه ما بغطي معاهم، لانه التكلفه الان انا بقول لك 8400 ولو صدرت بيع معك 8100 8150. فدي كلها اشكاليات، يعني عايزه قانون ومعالجتها سهله. بعد ذاك نحن نتوقع والله بنبشر انه لو يعالج الاشكاليه دي
انه صادر الذهب ده مهما كانت بيحاول يقلل من الضغوط على الدوله في المشتقات البتروليه فيه. نعم، طيب الشعبه القوميه لمصدري الذهب المفروض يكون عندها ادوار ملموسه وقويه هنا، نحن كانما نتحدث عن تنظيم عمل الذهب بصوره عامه. نعم. شنو الحل القريب؟ مصر الغرب مثلا، طيب وين دور الشعبه القوميه؟ القانون المنشور سمح، نحن ما اعلم من القانون حتى دوله قانون. طيب المنشور سمح اتاح الدخول كتبنا مذكرات. نعم، اتاح سقف كبير جدا من الحريه. أيوة. انت تتحدث عنها مره بالايجاب مره اي نعم ما عندها. طيب انت ما لو وضحتها تمشي صحيح، الحريه ما معناها انت تعمل الدائره. طيب حريه ما تكون حريه مطلقه، تكون مقيده ببعض الحيات على اساس انه تحقق هدفها. نحن الان كتبنا مذكره، خاطبنا السيد النائب بعد مؤتمرنا وكتبنا للسيد محمد بوك السودان في اشكاليه برضه في حيات فنيه في المنشور في خصم خارجي في دبي. نحن الان منتظرين الدوله تتدخل في خلال الاسبوع ده، منتظرين تدخل الدوله في الاسبوع ده او في الايام الجايه دي على اساس انه تضع اليه تراقب نشوف الخلل ده وين يا جماعه. الان الصادر اللي بيشتروا فيه علم السعر العالمي، اللي بيشتروا ده منه؟ سؤال بسيط جدا جدا، وبتشتري لشنو؟ وبتشتري لمنه؟ لو دي عالجناها بكره الحصائل حتجي والدولار حينزل ونبشر التجربه دي حتنجح حتنجح. عشان كده عاوز اشوف المعالجات لتنظيم عمل الذهب انا. المعالجات اللي موجوده الان واضحه. بنك السودان منشور يضيف ثغره. كل هذا يصب في مصلحه كل هذا تنظيم عمل الذهب. تنظيم عمل الذهب. المنشور الحصائل دي تجي لصالح السلع الاستراتيجيه. واحد، لانه بعد دخل لا يقدر يصدر. لانه لو انت داير تجيب غير، داير تجيب مثلا داير تجيب اكسسوارات، داير تجيب كريمات، داير تجيب سلع غير غير المشتقات البتروليه، التكلفه بتاعتها بتقدر تحسب مفتوحه. اما دي لانها نحن استراتيجيه، ده المنشور واحد. الشعبه تراغب من الناس الداخليين المارقين، النافذ الواحد عشان تسير اجراءات الصادر. الرغابه على انه التجربه دي يا جماعه في ناس عايزين يجهضوها. باي طريقه يمكن يشتري باحلى من السعر العالمي، والان بيحصل طبعا اكيد، ويمكن الناس تجي همها تدمير الاقتصاد السوداني ذاته. نحن دي لازم نراقبهم كدوله. الدوله قالت انا مستعده اراقب، نحن متوقعين الكلام ده يحصل، لو حصل اعتبر الامور دي كلها الجلسه الثانيه ان شاء الله الامور تسمع اخبار تسر لك منه حصل انخفاض في سعر الاقتصاد. نعم. لكن يعني الشعبه القوميه لمصدري الذهب تتحدث عن نافذه واحده، وتتحدث أن ايضا انها لا تدعو الى الاحتكار، يعني انا هنا النافذه الواحده المقصود منها تسهيل عمليات الصادر. طيب لان الان في وزاره التجاره وفي المواصفات وفي بنك السودان وفي الجمارك اتفقوا انه النافذه الواحده دي مش لصادرنا احنا، لكل الصادرات السودانيه. انك انت بتجي غرفه مكتب بتختم اجراءاتك فيه وبتمشي طوالب، وده متبع بكل الدول. هي العالم. اجرائيه. دي اجرائيه فقط. نعم. تسهيل عشان مثلا ما تكون فيها تعقيد، لانه الذهب ده مرتبط ببورصه عالميه. صحيح. البورصه من امبارح جايه نزلانه 150 دولار. يعني اي زول عنده ذهب حصل موظف اتاخر او الموظف ما جاء او عنده حصل له تاخير معناها فقد راس ماله ذاته. نحن نتكلم عن النافذه الواحده والنافذه دي. وصلنا له الان انه التصدير واقف من بعد العيد. ما في تصدير الان. لانه ما في صد الا اللي حيخسر. فدي نحن متوقعينها كلها. قالوا اجازوها امبارح، قالوا اجازوا النافع اللي نحن بنسمي الغلط اللي صدرها اللجنه الاقتصاديه الطارئه قبل يومين. قالت كلامنا ده كله، قالت النافذه الواحده اوكي على راس اصدرها السيد حمدوك، وقالت انه حراقب الخلل اللي حصل في الاسبوع اللي فات منه البطاري. ده قرار طلع، قالوا كونوا لجنه للمراقبه، لكن اين هي اللجنه يا جماعه؟ اوعى تكون اللجنه تلجنه تكونوها. قالوا كونوا لجنه للمراقبه فانه الذهب ده الاسبوع اللي فات طلعوا شنو؟ اللجنه المراقبه احنا منتظرين دوره تعال ونقول لها انت الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي الان موجود برضه الذهب ما زال كونوا له لجنه، احنا نقول اللجنه دايرين والله قراراتك لانه البلد ما بتتحمل، نحن ننتظر في لجان. واقع عمرت الذهب تعال شوفه ما دايره لجان كثيره يا اخي. تعال اطلع عمل مسح يا اخي، انت منو اسمك منو بيشتري لابنه؟ القروشه قافيه عادي لابنه؟ ما قروش بتيجي بالشوالات بقسطره، ما في حاجه مدسوسه يا جماعه شفافيه واضحه، والله يا اخي انا بشتري ده اشتري الذهب ده، المشتري بيصدره هاي، قال جيبوا لنا صدح جيبوا لنا حصر المشتقات البتروليه السلع الاستراتيجيه، تعال بكره. ما داير درس عصر ولا داير شغل بروقراطي لجنه وما لجنه، تركب عربيتك مجلس الوزراء بيننا وبينه غلط. يرسل تيم احنا نغدر مثل رئيس الوزراء ومدير الماليه ومحافظ بنك السودان يرسلوا لنا تيم يا جماعه تيم بسيط جدا جدا تعالوا شوفوا الخلل في عمر ذهب ارفعوا تقرير ثاني يوم طلعوا بقرار يعني ده كله يا جماعه نحن كلنا هدفنا شح في النقد الاجنبي عندنا نقص في الموارد في النقد الاجنبي نحن دارين نجيب النقد دارين نجيب الدولار احنا عاوزين الدولار ينزل دارين الدولار ينزل ودارين نستفيد منه في حياتنا الان ده المواطن ده والله بيقول انتم بتتكلموا سايق كلامكم كثير به لكن احنا ما عندنا غير نوصل رسالتنا
عبر أجهزة الإعلام، لأن الإعلام جميل. ده هو الموصل. صحيح يعني. صحيح. بدأت برضو يعني كثير جدا من الاطروحات اللي ذكرتها بدأت من 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 تحت، أنا خلينا أقول من الساس والأساس اللي هو الإنتاج. نعم. إنه في مشاكل كثيرة جدا، وأنا كنت حذر عن تطوير الإنتاج يعني. نعم. الآن فكيف تتزامن هذه المشاكل والعقبات في الإنتاج تحديدا، رؤيتكم فيها شنو، وكيف نطور من إنتاجنا للذهب؟ والله أقول لك حاجة، إحنا إنتاجنا للذهب ده فيه ثلاثة آليات تطوير. أول حاجة فيه شركات امتياز، شركات الامتياز الدولة دي ما عندها ناس ماخذة مربعات وإنتاج وبدراسات واستكشاف، ده شغل وزارة المعادن تعمل مسح تشوف الناس اللي حسب الدراسات اللي عملوها دي لبت طلباتها ما لبت طلباتها، هل المستثمر الجاني ده يا جماعة بالامتياز ده حباب المستثمرين حباب النافع، هل المستثمر الجاني ده استفاد ولا ما استفاد؟ نعم. هل المستثمر الجاني ده بالعقد العمل ده حقق انه استرد راس ماله عشان احنا نقدر لو في حاجه حصل اخفاقات في عقود نعالجها، الكرت الحاصل فيها شنو؟ الان انت التعدين التقليدي الغلابه يمثل 90% من الانتاج بتاعك، ال 10% دي لها الشركات الثانيه، الغلابه دي المشاكل شنو؟ مشاكل تمشي عليهم في الان الناس بتموت في الابار، نساء بيموت في الابار في كردفان. نعم. نساء، تخيل نساء يقول لك 10 نساء ماتت في بيت، داير رغابه من المحليات، رغابه من الدوله توفر لهم خدمات، يا اخي دايرين صحه، دايرين مويه، دايرين علاج، دايرين يعني خدمات، دايرين تحفزوا منتجاتك، حفز المنتج ده قول لهم يا اخي انت المنطقه الفلانيه لو حصل كده بنحفز الدعم الاجتماعي لمناطق المناطق اللي فيها الذهب دي ذاتها، ممكن تكون انه منطقتي فيها ذهب وجعان وشبابي ما شغال. الدور المجتمعي في الحياه دي مهمه جدا، الشركات اللي مشت هناك لازم تغير المجتمع المحلي ودي مسؤوليه اجتماعيه من الشركات الموجوده في مناطقها. بلدي وبلدينا انت جيت انتجت في بيتي وانا اكون جعان، المجتمع المحلي في كل محليه المفروض يكون له دور وعنده ريع يجيه من عايد الذهب، لان الذهب ده برضه عنده سلبيات. يعني انت الان بتتكلم الناس بتتكلم عن الزئبق والسيانيت في 2020 المفروض يكون ما في، المسائل دي عندها سلبيات على المواطن وعلى البيئه. يا اخي حتى السمك في البحر مرات بتحصل له حياه من الاستخدامات. صحيح. يعني الدوله دارت تتدخل، ما معناه ان احنا نجيب قروش وندور مواطن، لانه الدم اغلى من القروش، القروش بتمشي بدقه، والمواطن السوداني بابداع، نحن محتاجين نرعى المنتج. المنتج ده لو ما يترعى الكلام ده كله بيبقى في حلقه مفرغه، نعالج من الخلل. لو ما عالجنا من الخلل ما بنعطي النتيجه. نحن هنا مصر. نحن هنا المصر. لكن هناك محل المنبع ده هو ده اللي بيوصل لنا. جميل. محل المنبع ده خلينا برضه نتساءل، نعم. انت اشرت في حديثك للتعدين التقليدي او التعدين الاهلي، خلينا نتساءل عنه و عن أهمية وضرورة تقديمه، وإحنا ما حنمشي كل مرة حنلقى في دائرة بترجعنا للسياسات الحاكمة وللقوانين اللي المفروض تكون موجودة، ماذا عن التعدين التقليدي؟ التعدين التقليدي ده بدأ بإن تشيل الجهاز وتتوكل على الكريم. صحيح. يرزقك الله من حيث لا تشاء. في ناس عملوا جهاز كده بضوء انياء. بين يوم وليلة يرزق من خزائن وخزائن الأرض، عمل الجهاز لقى 5 كيلو، طلع طروالي من فقر إلى مليونير. غير وضعه وحياته. في ناس جهازه ده لهم 5 سنوات وحياته. انت وحظك. التعديل ده بتخش بدا بالاجهزه التقليديه دي وخش وشال ملايين الشباب الان شغالين، وربنا رزق الناس وغير فيهم وغير في مجتمعاتنا كثير جدا وافات كثير صراحه. بدا يتطور لمكليلات وحفارات ولودرات تحفر الجبال، كسارات تكسر وغرباء او غرابيل في الخلا وتصفيه بالمياه، يعني تطور الان بدا يتطور ويمكن يتطور اكثر، يمكن الناس دي ذاتهم يعملوا لهم نظام جروبات في الخلا دي ذاته، اي منطقه ما محصوره، المناطق كلها عندك 45 سوق في 45 كده، عندك ابار تحصرها عشان ما تفقد النازل، تشوف هم بالضبط عشان يزيدوا انتاج المطلوب منه شنو، والله يا جماعه اعملوا كده كده، هلا العائد بتاعكم انتوا تنظموا براكم ما نتدخل فيهم احنا، لكن نحفزهم في انهم ينتجوا ونعالجهم لو حصلت لهم اي اخفاقات، لانه هسه الان يعني الناس بيتكلموا في مناطق الانتاج ما في مويه يشربوها، الان جاهم مطر نزلوا لهم الاكل بالطيارات اكل ما في، فاي ولايه ده مهمه الولايات، اي ولايه مهمتها الناس اللي عندهم دي، لان اي ولايه بتاخذ نصيب، انت بتاخذ نصيب تفقد رعاياك، دي رعاياك، الان المنتجين هم نحن بنعتبرهم اللي يحتاج ياخذوا الوسام، هم التعبانين، هم الشقيانين، محتاج الدوله السيئة. لا لكن ما ممكن اكون منتج وجاي على الخرطوم مسكوني في جيبي. هل نحتاج الى تقنين لو لهذه التقنين عشان تعمل احصائيات، انت الان ما عندك احصائيات. انت الان ابار حفر وبتحفر يمكن تلقى في الحفر دي طن طنين وما اكلمك ذاتك كدوله.
كتاجر انت محتاج تغنن، وده دور وزارة المعادن. يحتاج الاقتصاد الى تقنين التغليب. نعم تغنين ومتابعته وتحفيز، وتحفيز الزول ما تظلم الناس وما تشيل حقوق الناس، الزول الحفر في حفرته تديه وتملكه تضع له الاليه الدوله تاخذ حقها. والاليات كما موضح في 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 الصوره الان معنا على الهواء مباشره، يعني توضح انه في تطور في انتاج الذهب ربما يكون يضطرون ذلك. تطور كبير جدا جدا. الذهب ده بدا، الذهب ده بدا. نعم. ما شاء الله شوف شوف الخيرات دي. تخيل ده دولار. نحن نقول عندنا مشكله في الدولار، ده دولار يا جماعه. والدولار ده عندنا مكفي، نحن الان اخونا كانوا بيتكلموا عن وزير الصناعه صار بيتكلم عن 200 طن. في ناس بيتكلموا عن 100 طن، وفي ناس بيتكلموا عن 50 طن، يعني عندنا ارقام، الارقام دي لو قدرنا نحن عملنا الاحصائيات اللي بتقول عنها انت دي، وتابعت المعدنين التقليديين دي لانهم بيمثلوا 90%، اجتهد لي جون هون. تابعهم هون، اعمل مسح لهم هون، اعمل كنترول عليهم هون، بتعرف انك انت لو عملت كنترول على المجموعه دي بتقدر تصل لبر الامانه. بتعرف انت كم عندي انا لما نعرف عندي احتياطات. نحن قلنا يا جماعه في النهايه لو الشغل ده كله المنشورات دي ما نجحت والشغل ده كله ما نجح والتجربه دايره تنتهي، يا اخي الدوله من حقها بنك السودان المركزي من حقه يبني احتياطات للذهب. زي ما نحن ما استفدنا من عائله البترول، الذهب ذاته كله في امكانه يتبني له احتياطيات، لكن الخلل بيحصل بنك السودان يشتريه اعلى من سعره العالمي. اعلى من سعر العالم يحط احتياطات ويجيب له ضمانات البترول ويسجله برا، ما يبيعه ذاته ولا نصدر، احنا هسه نشيل ذهبنا ده فيه حناق فيه فوائد غير فيه السكراب بيحصل هناك، الناس اللي برا بيلقوا فيه فوائد غير الذهب ذاته. نعم. احنا هنا لو طورنا مصفاتنا، جبنا مصفات حديثه وعملنا في الايزو واحترفوا بينا، ذهبنا ده كله نحطه في البنك المركزي. بضمان الذهب انت لو شلت شهاده قلت انا عندي طن ذهب انا بديك البترول الان بيجيك. داير قمح الان بيجيك، ضمانك شنو؟ والله داير بعد ست شهور ضماني قمح ضماني ذهب، من وين دي شهادته؟ ده ولا محتاج لي تعب، لكن شنو؟ بتكون عندنا اليه اليوم، احنا الفتره اللي فاتت فقدنا احتياط الذهب ليه؟ لانه الاليه ما كانت واضحه، في فرق بيننا وبين في فرق كان في سمح للمهرباتيه، المهرب ما بيشتغل الا في حاجه واحده بس، في جاب بينك وبين سعر الذهب. الفتره اللي فاتت لما عملنا الصادر ده التهريب وقف تماما، لا ليه؟ لانه وصلنا هو السؤال القادم على التهريب ومكافحه التهريب. مكافحه التهريب زي الطين زي ما شايف امبارح الضبط يابا تمت عبر مطار الخرطوم، نشكر اخواننا في جمارك مطار الخرطوم. نعم. انه الضبط ياب بملايين الدولارات طالع 500 و300 في يوم واحد، الذهب ده بيطلع عبر الاجهزه الرسميه عبر المطارات عبر الحدود، ما بيطلع بالهواء غير لازم عبر بشر. البشر ده لو ما عملت لهم قانون رادع وبعدين الذهب مغري. يعني انت الذهب هو مغري ونحتاج لقانون رادع. ختاما وسريعا ماذا عن شاب بورصه للذهب؟ هل نتوقع ذلك قريبا؟ والله طبعا صدر القرار من شاب بورصه للذهب والسلع ونحن نعتبره قرار مبارك. اما بالنسبه للذهب محتاج لسؤال، البورصه للذهب معناها انت دعايه للعامل بالدولار، لان الذهب بيشتروه بالدولار ما بيشتروه بالعملات السودانيه. هذا البورصه دار يشتري الذهب من السوداني او دار تشتري من العملات، نحن فتحنا بورصه وعندنا احتياطات من الذهب الان موجوده عشان نشتري ونتداول، لانه ممكن اكون قاعد معاك اديك اوردر اقول لك اشتري لي 10 كيلو في حسابي وضيف لي في حسابي وما اجي ذاته. لو فتحنا البورصه وعندنا امكانيات انه نخط ضمانات موجوده عندنا عشان نتداول في العملات اللي في برا. نعم. دول الجوار كلها في السودان. نحن قبل كده كان عندنا تجارب انه دول الجوار كلها كانت بتبيع في السودان لانه كان اعلى من السعر العالمي. نحن لو عملنا بورصه وعندنا لها قدرنا وفرنا احتياطات من النقد الاجنبي عشان انه لو في واحد قال داير يبيع بالدولار نقول له برضه بنديك ذهب بالدولار، تفضل جيب هذا بالدولار جيب الذهب، نحن نكون وصلنا لبر الامان. نحن والله الان يعني اللجنه الاقتصاديه طارئه، هي طارئه. ما دام انت طارئه عندك الحق تعمل اي حاجه. ما في حاجه العصب من النص ما تنفع. انت طارئه، لجنه اقتصاديه طارئه. يعني لجنه اقتصاديه طارئه معناها تضرب بيد من حديد. اي خلل تعدل انا فورا، ما في حاجه انا اقدم طلب واجي لجنه اقتصاديه طارئه والبلد في حاله طارئه. نعم. يتوفر احتياطي الذهب، يتوفر الاحتياطي وترتفع قيمه الجنيه، ينزل الدولار، معاش الناس. ضربت مباشر جدا ده ان شاء الله. والله نحن نسال الله سبحانه وتعالى انه الشعب هذا يستاهل كل خير والبلد تستاهل كل خير والشباب زيكم منتظرين الامال، والشباب اللي قاموا يسووا منتظرين البلد تمشي لقدام وتتصلح عشان تنعم، ما تعالوا يرجع للهجره والغرق في البحار. نحن والله يا جماعه كيف نعظم مواردنا؟ ده السؤال اللي المفروض الدوله تجتهد بهم، اللجنه الاقتصاديه تجتهد بهم. كل الصادرات الذهب ده يا جماعه يمثل جزء، لكن وين صادراتنا كلها؟ لو كل الصادرات دي نحن عملنا لها كل الصادرات الان فيها مشاكل، حلينا مشاكلنا دي كلها
كل صادراتنا دي هتصب في مصلحه خفض الدولار ويعني قيمه الجنيه السوداني. ان شاء الله هذا ما نصب اليه جميعا مشاهدينا الاعزاء، نتمنى نستفيد من كل الموارد الطبيعية الموجودة، ومن أبرز هذه الموارد كما ذكرت المعدن الأصفر النفيس. التصدير الآن واقف من بعد العيد، أتمنى أنه توجد آليات سريعة للمعالجة حتى يعود الذهب كما يلمع لرونقه الأول وينعش من عصب الاقتصاد في السودان ونواكب ما يحدث من متغيرات في العالم من حولنا. كان هذا هو الأستاذ عبد المولى الجدال، شكرا جميلا لك، الأمين العام للشعبة القومية لمصدري الذهب، وكان هذا الحديث عن الذهب وتداعياته. شكرا لك مجددا وتحية لك.